النهاردة هنستكشف جانب آخر من مدينة مراكش. هنروح ساحة جامع الفنا المشهورة. هنروح حي الملاح ومقابر اليهود، وهندخل المعبد اليهودي، وهنبدأ جولتنا من جانب مسجد مولاي إسماعيل في زيارة لقبور السعديين. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بس قبل ما نبدأ ننزل نعمل لايك أو جيم، وإذا كنت جديد معنا في القناة سبسكرايب. ضريح الشرفاء السعديين من أشهر الأضرحة في المغرب، وأحد المعالم التاريخية لمدينة مراكش. يوجد في القصبة، وتم تشييده سنة 1557 ميلاديا على يد السلطان عبد الله الغالب. يضم هذا الضريح معظم السلاطين السعديين وأفراد عائلتهم. الزخارف الموجودة على الخشب والجبس والموزايك مزيج من الإبداع الفني المغربي والأندلسي. دلوقتي نستعد عشان ندخل لعالم ألف ليلة وليلة، قصر البهية. في مراكش في أكثر من قصر ومكان تاريخي لازم تزوره، منهم قصر البهية اللي بيزخر بالزخارف الإسلامية. والفسيفساء وساحاته الواسعة والنوافير. والقصر ده اتبنى من 120 سنة. بعد خطوات من قصر الباهية بنلاقي حي الملاح بيبيعوا فيه التوابل والمنتجات العطرية. معروف ان حي الملاح في اي مدينة مغربية هو حي لليهود.
دي مقابر اليهود في حي الملاح. معروف في المغرب حي الملاح في أي مدينة كان بيسكنوا اليهود. وهنا دي مقابر اليهود في حي الملاح في مراكش. جامع الفنا مع تأسيس مدينة مراكش سنة 1070. بداية إنشائها على أساس تعتبر سوق ومركز للتسوق، لكن الساحة أخذت أهميتها بعد بناء مسجد القطبية ده تقريبا بعد 100 سنة من إنشاء هذه الساحة. في سنة 2001 اعتبرت منظمة اليونسكو ساحة جامع الفنا تحفة من التراث الفني اللا إنساني الشفهي المادي لا تحفة اللامادي الإنساني اللامادي الإنساني اللامادي. يعتبر مسرح مفتوح لجميع أنواع الألعاب والفنون والعروض الفنية والتراثية. كان الملوك والأمراء في الفترة دي بيستخدموها لاستعراض الجيوش أثناء محارباتهم الاستعمار وفي مرحلة جمع شمل المدن. جامع الفنا أو ساحة جامع الفنا اكتشفوا في مسجد مهجور مدمر في الساحة عند بنائها، علشان كده سموها جامع الفنا أي الدمار.
ام العرب شكرا دوم هاي هاي عيدك وبص اشتمي تعرى يا سميرة اين غيرت اوباما اوباما صراحة مع شارع كل يغوتيس اكوتي ديكو لكو خلص عشاء في جامع الفنا لحمة الراس والطنجية اللي مشهورة بيها مراكش. لازم تزور سوق السمارين اللي خلف جامع الفنا علشان تشتري الهدايا التذكارية من المنتجات المشهورة بيها مراكش، خصوصا الزيتون والمخللات والمشغولات الجلدية والعطور والعطارة. والأعشاب الطبية والمشغولات اليدوية. وحتى الحيوانات الأليفة. وقبل ما نغادر المغرب لازم نزور منطقة إمليل. حيث الطبيعة الجبلية والحياة البدوية البسيطة. وإمليل بتقع في سلسلة جبال الأطلس. وفيها جبل طوقال وهو أعلى قمة جبلية في شمال أفريقيا. ادالي جوزة الشمس مالت الغروب والجو تلج